لبيب السعدي، انتوا اخت ولا اخضر؟ اصفر. نعم، ايش اللي صار؟ كان خضر تحت يلعب بالبسس ويطعمي فيهم، عنده بسس صغار يعني كل عمره بيطعمي فيهم بحبهم، وهيهم تحت كانوا تحت الدرج، وبفهمش انه في تحت كان متنخليم وفي مستوطنين وكله هذا ما بيعرفش هو، فهو نزل يطعميهم زي كل يوم ما بيطعميهم، وما لقينا الا بيقولوا انه في تحت بيضربوا فيه بيضربوا فيه، طلعنا نرمحنا نشوف بالضبط، هو كان بوجهنا وكله دم وهربوا، لانه كانت جارتنا بتصور فوق ودغري سمعوا انه هي بتصور، قالوا بتسلمت وضلهم هربين، نزلوا فيه بالحجار كله هيك، كل حجر على راسه ضلوا يدقوا فيه وعلى جسمه كل ظهره وايديه وكله، تلفنا للبوليس ولا بوليس رد ولا بده يجي، بقول لك الفش عندنا بوليس، تلفنا للمجن دافيد كمان يجي، والله حدا اجى ساعة ونص، احنا مش عارفين كيف نسوي فيه، خايفين ناخده لحسن ما ايش يهجموا علينا ويضربونا، ما كانوا مالين الدنيا برا، ضلوا قاعد يصفرن كل وقت تبع المجن دافيد، يقولنا احكوا معه عشان ما ينامش وهو بده ينام، كان خلص داخسر وجهه اسمر، يعني هو عنده مشاكل قبل واعتدوا عليه، هو عيان عنده تسمون الداون، عنده نخامه يخوز الاربخه مكر بالاربخه مكر عند الناس كلها، بني ادم بيعرفش ايش الاليموت، بيعرفش العنف بيعرفش ايش الضرب، بيعرفش هذا كله، يعني بفهمش فيه، وتحت الدار يعني مش نقول طلع على الشارع ولا مسكوا برا، لا عند دارنا بالضبط هجموا عليه وضربوه، ومش فاهم ما قدرش يدافع عن حاله، يعني عشتوا ساعات صعبة هون، والله انو خاف هو حتى وما بدوش يضل، اخدته عند ابني بعدها 3 ايام وين ضارب عند شنير هناك ابني، قعدته 2-3 ايام بدوش يروح هون، حتى تحت ما بنزل بخاف ولا بيقدر يروح ولا يجي الا بده يضله انا معاه، حتى بالليل امبارح ضله معاي للوحده بقول له بدي انام، قال لي لا بخاف، بقول لي المتدينين، هو بقول المتدينين مين ضربك خضر؟ من اللي حجر بعصاي كله. قدمتوا شكوى في الشرطة؟ ايه والله انا مخوفت اقدم هالقيت عشان كان الوضع كان تعبان والكل رايح جاي بالبوليس، فانا ما رحتش، بس ان شاء الله اليوم قلت بدي اروح يا بكرة. انه انا يعني بدي اروح على البوليس. كسر الشبابيك كمان؟ بالحجار. وحتى جاري كان موجود معنا يعني، وحتى هو بيقول لي زيحي لا كان شوفوك متدينين، صار يصرخ من جوا بقول لهم احنا يهود عشان ما يضلهمش يخبطوا علينا. وين خبطوا؟ هيو هون. هون في 3-4 قطب، وهون في عنده 5. وهون عنده كمان 4-3، هيو 4 عنده، شايف؟ ما هي هون. ضلينا لتاني يوم الصبح في السبيطار. اما لو واحد يهودي زيهم كان اعلنوه جابوه، ولا حدا اجى ولا لا اليوم ما اجى البوليس علينا ولا اشي. هون كان قاعد بيلعب مع البسس الصغار والكبيرة هون كان اجوا ضربوه، هي حتى لسه في شوية دم معلم من دمه، هاي هون اجى الزلمه شطف هيك. يعني لبيب انتوا هسه عايشين في جو خوف؟ والله بنخاف احنا من يجوا كمان مره، ما فيش هون لا بوليس يحميه ولا بيحميهم هم، من البوليس بيحميناش احنا، البوليس بيحمي بس يهودهم، احنا العرب ما بيحمينا، لانه تلفنا واجي 100 مره تلفنا ولا حدا اجى، لو حدا منهم كان رمحوا عليه ودغري، لانه برضه هون بعدها بيوم تصاوب حدا فيهم وكانوا يرمحوا ما فيش دقيقه اجى الامبلانس لإلهم، كان ورا متصاوب منهم على طول اجاهم، اما احنا ولا اجونا ولا سالوا فينا لليوم، ولا حدا اجانا ولا سالنا ايش انتوا، احنا اعطينا بنتي محاميه 3-4 مرات تلفنت لهم ولا حدا اجانا، لا بوليس ولا حدا. تتوقعي الاوضاع تتحسن في المستقبل؟ الله اعلم، اما انا والله زعلانه عليه لاخوي، لانه احنا بحالنا كنا بدارنا واجوا تهجموا علينا، لا طلعنا ولا نزلنا. ايش بتطالبي؟ يمسكوهم يحكموهم زي ما بيحكموا العرب، يحكموهم، ما بطالبش الا يجيبوا حقه، يجيبوا لهم هم الحق، هم بيجيبوه مش احنا لازم ناخذ الحق بايدينا، يجيبوا لنا حقنا، يدوروا عليهم زي ما بدوروا على العرب، يدوروا على اللي خبطوه.
ايش اسمها لبستك؟ ايش اسمها لبستك؟ ايش؟ كوكي اسمها كوكي. بفهمش لما جت اولاد بقول لي وديها على السبيطار على السفر وفين؟ هاتي لي امبلانس وديها على السفر وفين للبسه؟ بفهمش.